بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة السادسة اللي هي البكتيريال جروث اند فيسيولوجي البارت 2. في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنعرف الجروث ريكوايرمنتس، حنعرف النيتريشن ريكوايرمنتس والغازس والتمبريتشر اند البي اتش. أول أمر الجروث ريكوايرمنتس اللي هو النيتريشن. بالتأكيد ليش التغذية؟ عشان البكتيريا دي يحصل لها تحافظ على البكتيريا جروث عشان تنمو البكتيريا، فبالتالي عاوزة تغذية عشان تنمو، فهذا أمر طبيعي. الأمر الآخر بالنسبة للنيتريشن في معنى تو تايبس، معنى الأوتوتروفيكس ومعنى الهيتيروتروفيكس. أوتو من اسمها أوتو معناها سيلف، وتروفيك معناها نيتريشن، إذن ذاتية التغذية. الهيتيروتروفيكس معناها هيتيرو ديفرنس، والتروفيك معناها نيتريشن يعني مختلفة التغذية. طيب تعالوا نشوف الأوتوتروفيكس دي إيش. الأوتوتروفيك دي عبارة عن أنها ذاتية التغذية. ذاتية التغذية كيف؟ أنها تستطيع أنها تستخدم السيمبل إن أورجانيك سبستانس. يعني كيف؟ تأخذ ثاني أكسيد الكربون كمصدر للكربون، تأخذ الأمونيا كمصدر للنيتروجين، ومن الكربون والنيتروجين تعمل الكومبلكس أورجانيك ماتيريالز، فبالتالي هي مش محتاجة حد، هي تعمل كل شيء بنفسها. ومن هنا يسموها البكتيريا سابروفيتكس، يعني البكتيريا الرمية موجودة في الصويل، موجودة في الهواء، فبالتالي نقول عليها بكتيريا ذاتية التغذية لأنها مش محتاجة لحد، تعمل كل شيء بنفسها. الأمر الآخر بالتأكيد لأنها مش محتاجة لحد فما لهاش medical importance. بينما بكتيريا الهيتيروتروفيك دي عبارة عن بكتيريا require complex preformed organic substance، يعني دي بكتيريا ما تقدرش تستخدم السيمبل ان اورجانيك كومباوندز اور سبستانس، فبالتالي عاوزه الشوغر جاهز، عاوزه بروتين جاهز. فبالتالي من المنطقي ومن الطبيعي ان دي باراسيتيك، بمعنى انها لابد ان تعيش على الليفينج هوست. ليش؟ عشان تستفيد من الاورجانيك سبستانس اللي هي قد جاهزه مثل الشوغرز مثل البروتينز. بالتاكيد هذه اللي لها ميديكال امبورتنس. وبالتالي بحنا يقولون لنا واي ذا موست باثوجينيك بكتيريا ار هيتيروتروفيك. بالتأكيد لأنها هي عاوزة زي ما قلنا organic substance from living host، فبالتالي لابد أنها تعيش heterotrophic لأنها مش قادرة تستخدم simple inorganic substance. الأمر الآخر gases requirement، وهنا حنبدأ بالأكسجين requirements اللي البكتيريا تقسم إلى 5 أنواع according to oxygen requirements. يا تكون obligate aerobes، يا تكون obligate anaerobes، يا تكون facultative anaerobes، يا تكون الميكرو aerophilic أو حاجة بنسميها الايرو tolerant. هنا نقطة مهمة نحب نشير لها في البداية. الريسبيريشن هنا مش معناها إنه تنفس البكتيريا، لا خالص، معناها أعمق من هذا بكثير. معناها إنه يحصل حاجة بنسميها الجلوكوز كاتابوليزم. هذا الجلوكوز كاتابوليزم حيحصل ما نسميه بالإنرجي برودكشن. الإنرجي برودكشن ذا قد يكون حاجة بنسميها إيروبيك ريسبيريشن يعني محتاجة الأكسجين، أو حاجة بنسميها أن إيروبيك ريسبيريشن مش محتاجة الأكسجين. إذن الهدف من الريسبيريشن هو إنتاج الطاقة وليس قضية تنفس شهيق وزفير خالص. البكتيريا لا تتنفس بهذا المنطق. التنفس هنا معناه إنه البكتيريا عاوز الأكسجين أو ما تحتاج الأكسجين كله عشان تعمل energy production. طيب أول أمر اللي هو obligate aerobes. obligate aerobes ده وحنتكلم على aerobic respiration، ما معناه؟ معناه إن البكتيريا هنا لا تنمو إلا في وجود الأكسجين، ولا يمكن أن تنمو في غياب الأكسجين. مثال لها زي ما نسميه بالسيدوموناس إيريجينوزا. الأوبليجيت إيروبس اللي هي الإيروبيك ريسبيريشن زي ما قلنا قبل شوية، هي الإيروبيك ريسبيريشن فور برودكشن الإنرجي اللي هي الإي تي بي اللي هي الأدينوسين ترايفوسفيت. هذا ليش؟ هذا كيف حيحصل إنتاج الطاقة؟ عشان من خلال الجلوكوز كاتابوليزم عبر طريقة بنسميها الجلايكوليسيس. طيب تعالوا نشوف الآن كيف حيحصل هذا الموضوع. في معنى جلوكوز، الجلوكوز ده حيتحول بعملية الجلايكوليسيس إلى حيعطينا 2 بايروفيت و 2 اي تي بي. إذن معنا 2 مولكيولز من الاي تي بي. ال 2 بايروفيت ده حيدخل كريبس سايكلز ويعطينا كمان 2 اي تي بي. بس مع نقطة مهمة جدا، إنه الناد هنا حصل له ريدكشن وأصبح ناد اتش، فأصبح هناك هيدروجين آيونز وإلكترونز،
هذا الهيدروجين آيون والإلكترونز لابد حد يشيلهم. ففي حالة الـ وجود الأكسجين حيحصل ما نسميه بالأكسيديتيف فوسفوريليشن، فحيجي الأكسجين، الأكسجين ذا حيعمل كاري للهيدروجين آيونز وللإلكترونز، وحيكون أو حينتج طاقة، الطاقة دي مقدارها 34 اي تي بي، وبالتالي مجموع الطاقة هنا الكلي 38 اي تي بي، طاقة على مستوى عالي تمكن البكتيريا من أنها تعمل ريبليكيشن وتعيش حياتها بشكل ممتاز. لكن في نقطة مهمة جدا هنا، لما بدأ الأكسجين يشيل الإلكترون ويشيل الهيدروجين آيونز حتنتج مركبات سامة، المركبات نقول عليها هايلي توكسيك مولكيول زي السوبر أوكسايدز وزي الهيدروجين بروكسايد. لكن نقول سبحان من خلق، كل إيروبيك بكتيريا معها الإنزيمات التي تكسر هذه التوكسيك مولكيول، ففي معها البكتيريا الأوروبيك، معها السوبر أوكسايد ديسميوتيز، ومعها الكاتاليز. السوبر أوكسايد ديسميوتيز يكسر السوبر أوكسايد، والكاتاليز يكسر الهيدروجين بروكسايد. هذا بالنسبة للأوبليجيت إيروبز. الأوبليجيت أنيروبز هنا العكس تماما، هنا ما يمكنش البكتيريا تنمو في وجود الأكسجين، البكتيريا هنا لا تنمو إلا في غياب المطلق للأكسجين، ومثال لها البكترويدز فراجلس. طيب كيف حيحصل هذا الموضوع؟ تعالوا نشوف كيف حيحصل الموضوع. في معنى عملية الجلوكوز ده حيحصل له كاتابوليزم بطريقة الجلايكوليسيس، فحيعطينا 2 اي تي بي. الامر الاخر التو بايروفيس دي حتدخل كريبس سايكل وحتعطينا كمان 2 اي تي بي. زي ما قلنا انه الناد يحصل له ريدكشن ويتحول الى ناد اتش، ففي معنا هيدروجين ايون ومعنا الكترونز، دول مش حنقدر نتخلص بالاكسجين لسبب بسيط، لانه دي اوبليجيت انيروبز ما معهاش اكسجين. طبعا هنا الطاقه الناتجه 4 اي تي بي، فبالتالي الأكسجين مش هنقدر. ومع ذلك لو قلنا وجدت في وسط أكسجين حتموت. ليش حتموت؟ لأنه حتطلع الهايلي توكسيك مولكيولز، والبكتيريا دي ما معهاش السوبر أكسايد ديسميوتيز ولا معها كاتاليز، فالتوكسيك مولكيولز اللي حتطلع حيقتلوا هذه البكتيريا، فبالتالي هي مش حتقدر تعيش في البكتيريا ولو عاشت، يعني معناها انتحار بالنسبة للبكتيريا، فبالتالي أذن ما معهاش إلا أنها تشوف لها طريق آخر غير الأكسجين. إذن ما معهاش إلا طريق آخر. ما هو الطريق الآخر ذي؟ إنها تروح تستخدم الـ inorganic molecules زي من؟ زي النيتريت، زي السلفيت، زي الكربونيت. هؤلاء هم اللي بيروحوا يحملوا الهيدروجين آيون والإلكترونز، فبالتالي لما يروحوا يحملوهم حيطلعوا 13 اي تي بي، ومعنا 4 من السابق إذا حيكون 17 اي تي بي. خير وبركة، كانت البكتيريا دي حتموت. صحيح الطاقة حقها أقل من الطاقة حق الأكسجين، لكن برضو الحمد لله أمورها ماشية. طيب هنا زي ما قلنا ليش؟ لأنه ما قدرش تستخدم الأكسجين، لأنه ما معهاش سوبر أكسايد ديسميوتيز وما معهاش كاتاليز، فلو استخدمت الأكسجين معناها الهايلي توكسيك مولكيولز حيدمروا أو حيقتلوا هذه البكتيريا. طيب الأمر الآخر اللي بنسميه الفاكالتاتيف أنيروبز. الفاكالتاتيف أنيروبز معناها أن البكتيريا تنمو في وجود الأكسجين وتنمو في غياب الأكسجين، مع الفارق أنه النمو حيكون أعلى وأفضل بكل المقاييس في وجود الأكسجين. ومن هنا حتى لما نقول فاكالتاتيف أنيروبز، يعني الأساس هو أنها إيروبيك، لكن لو وجدت في وسط أنيروبز حتنمو. طيب هذه طبعا مست البكتيريا حتكون بالشكل ده، حتكون فاكالتاتيف أنيروبز. طيب كيف حيحصل هذا الموضوع؟ الآن اتفقنا أنه لو كانت في الأكسجين حتحصل نفس الطريقة السابقة اللي قلنا عليها وحتنتج 38 اي تي بي، لكن افترضنا أن البكتيريا دي وجدت في وسط أنيروب، إيش اللي حيحصل؟ حيحصل الآتي، الجلوكوز ده حيحصل له جلايكوليسيس، وبالتالي حيتحول إلى 2 بايروفيتس، وزي ما قلنا كمان معانا 2 اي تي بي. إلى هنا ممتاز. الأمر الآخر، هذه البكتيريا لا حتقدر تدخل كريب سايكل ولا حتدخل تعمل أذر باثوي. ليش؟ لأنه في أبسنس للكارير. كيف أبسنس الكارير؟ الأكسجين اختفى ما عادش موجود، وهي كانت معتمدة عليه اعتماد كلي، ما عادش موجود. الأمر الآخر، الأذر باثوي ما تعودتش عليها، ما تعودتش تشتغل لا على عملية النيتريت ولا عملية السلفيت ولا عملية الكربونيت، فبالتالي ما معهاش أي خيار، فقط معها 2 اي تي بي.
الايش اللي حيحصل؟ البايروفيت ده حيحصل له ديستراكشن وحيتحول الى اسيد والكحول، ومن هنا حيحصل ما نسميها بالفيرمنتيشن، ومعها اثنين اي تي بي، وتستطيع انها تنمو. ولا تنسوا قلنا انه هنا النمو حيقول اقل كفاءه من قضيه الايروبيك لما نقول فاكلتاتيف انيروبس. طيب تعالوا للنوع الرابع اللي نسميه المايكرو ايروفيليك. ما معنى مايكرو ايروفيليك؟ انها ما تقدرش تنمو في الاكسجين بالنسبه المعتاده، لكنها تنمو في وجود تركيز الاكسجين لو نقول احنا من 2 ل 10% الاكسجين تستطيع انها تنمو. هنا الامثله الشهيره لها كامبيالوباكتر والهيليكوباكتر، دول هم الاساس بالنسبه لاي بكتيريا نقول عليها مايكرو ايروفيليك. طيب ايش اللي حيحصل؟ مش دي البكتيريا استخدمت الاكسجين، بالتاكيد حيطلع توكسيك مولكيول، يعني حيطلع سوبر اكسايد وحيطلع هيدروجين بروكسايد، لكن لانه استخدام الاكسجين هنا بنسبه قليله هذه التوكسيك مولكيولز حتطلع كمان بنسبه قليله، فبالتالي البكتيريا دي معاها كمان نسبه ضئيله من السوبر اكسايد ديسميوتيز ومن الكاتاليز، فبالتالي حتستطيع انها تتخلص منهم. ومن هنا نقول انها مش حتقدر تنمو في الاكسجين. ليش؟ لانه حتكون كميه السوبر اكسايد وكمية الهيدروجين بروكسايد عالية جدا، مش حيقدروا هذا اللو سوبر اكسايد ديسميوتيز والكاتاليز انهم يكسروهم كلهم، وبالتالي لن تستطيع ان تنمو في وجود الاكسجين. الامر الاخر حاجة بنسميها الايرو تولرانت انيروبس، هذا هو الاصل انها تنمو في وسط انيروبس، ده الاصل، لكنها تستطيع، ومن هنا اللفظ تولرت، تستطيع انها تقاوم في وجود اكسجين او لو اكسجين. كيف حيحصل هذا الموضوع؟ ليش قدرت انها تقاوم؟ لان هذه البكتيريا زي الكلاستريديوم بيرفرينجس معاها سوبر اكسايد ديسميوتيز، فبالتالي السوبر اكسايد ديسميوتيز ده حيمكنها انها تستطيع انها تقاوم، لكن لمده دقائق. ليش؟ لانه هنا حيزيد الهيدروجين بروكسايدز وما معهاش كاتاليز، فالهيدروجين بروكسايدز ده حيقتلها، فهي تعيش لعدة دقائق، وإذا لم يتوفر الوسط اللي هو غياب الأكسجين حتموت هذه البكتيريا، ومن هنا سموها تولرانت، إنها تتحمل لوجود إنزيم اسمه السوبر أكسايد ديسميوتيز. طيب الآن لما نعمل comparing between the obligate aerobes and the obligate anaerobes، كيف نعمل comparing؟ تعالوا أمامكم الآن. أول أمر الـ ATP، بالتأكيد في الأيروبيك الـ ATP عالية تصل إلى 38، لكن هنا بالتأكيد أقل الـ ATP، قلنا إلى 17. الأمر الآخر هنا بالتأكيد في الأوبليجيت حتستخدم الأكسجين للحصول على الطاقة، لكن هنا مش حتقدر تستخدم الأكسجين، فحروح حتستخدم inorganic material زي النيتريت زي السلفيت زي الكربونيت. الأمر الآخر هنا بالتأكيد grow only in presence of oxygen، بينما هنا grow only in absence of oxygen. الأمر الآخر هنا بالتأكيد الأوبليجيت روبز حتعمل releasing للtoxic molecules زي السوبر اوكسايد زي الهيدروجين بروكسايد، لكن هنا مش لانها ما دخلت في الاكسجين، فمش بالتاكيد ما معهاش، مش حتطلع سوبر اوكسايد ولا حتطلع الهيدروجين بروكسايد. هنا الايروبيك دي وقلنا دي من حكمه الله عز وجل، حتطلع كل ايروبيك بكتيريا معها سوبر اوكسايد ديسميوتيز ومعها كاتاليز عشان تكسر التوكسيك مولكيولز. هنا بالتاكيد ما معهاش سوبر اوكسايد ديسميوتيز وما معهاش كاتاليز، وهذا السبب اللي يخليها ما تقدرش تنمو في الوسط اللي هو الاوبليجيت ايروبس. طيب لو سالنا سؤال واي اوبليجيت ايروبس بكتيريا داي ان ذا بريزنس اوف اكسجين، زي ما قلنا الان لانه الاكسجين ذا حينتج عنه استهلاك الاكسجين او الايروبيك كونديشن حينتج عنه تكون مولكيولز هايلي توكسيك اللي نسميهم السوبر اوكسايد والهيدروجين بروكسايد. البكتيريا دي ما معهاش سوبر اوكسايد ديسميوتيز وما معهاش كاتاليز عشان تكسر هذه التوكسيك مولكيول، وبالتالي انها تموت، البكتيريا دي تموت وما تستطيعش انها تعيش في الاكسجين. الامر الاخر بالنسبه للجروث ريكويرمنت اللي هو الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد بشكل عام اللي موجود في الهواء الجوي كافي لنمو معظم البكتيريا وهو تقريبا 0.03%، لكن بعض البكتيريا عاوزه نسبه ثاني اكسيد كربون عاليه زي مثلا النايسيريا والبروسيلا، وذي بنسميها الكابنوفيليك. كابنوفيليك معناها انه نسبه ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد عاليه. طيب الهيدروجين ايونز، الهيدروجين ايونز ده امر بسيط جدا، كل البكتيريا تقريبا الاساس بالنسبه للهيدروجين
ions او البي اتش هو عباره من 7.2 الى 7.4، ده هو الموست سيوتابل فور موست بكتيريا، وده هو بيفسر كل البادي فلويدز حقنا تقريبا البي اتش بنفس الرينج ده من 7.2 الى 7.4، بالتالي حتنمو البكتيريا في هذا الرينج. طيب هناك في اكسبشن لهذا الموضوع، مثلا زي بكتيريا الكوليرا عاوزه الكلاين، يعني عشان يحصل لها جروث البي اتش حقها تقريبا 9، وكمان بكتيريا اللاكتوباسيلاي عاوزه اسيدك البي اتش حقها يصل الى 4، ده جزء من الاكسبشن بالنسبه للهيدروجين ايونز. طيب التمبريتشر احنا بالنسبه لنا الميزوفيليك او بنقول عليها التمبريتشر اللي من 20 الى 45 ديجري سنتيغري هي المناسبه، و37 هي الاوبتيمم تمبريتشر. ليش؟ لانها النورمال بادي تمبريتشر. طيب تعالوا الان نشوف بعض الاسئله كمراجعه للموضوع. What is the type of bacteria that synthesizes organic compounds from non-organic compounds؟ هل هي heterotrophic؟ هل هي obligate anaerobes؟ هل هي الايروبس؟ هل هي facultative anaerobes؟ هل هي الاوتوتروفيك؟ بالتاكيد هي الاوتوتروفيك، لانها اساسا هي بتصنع بتعمل عمليه synthesis للorganic compounds. سؤال الاخر، What is the following term best describes bacteria that lack superoxide dismutase and catalase؟ هل هي الobligate aerobes؟ هل هي الobligate anaerobes؟ هل هي الايروتولرانت anaerobes؟ هل هي الفاكلتاتيف anaerobes؟ هل هي المايكرو aerobic؟ بالتاكيد هي الobligate anaerobes، ما معهاش لا superoxide dismutase ولا معها الكاتاليز. السؤال الاخر، What is the following term best describe bacteria that lack catalase but not superoxide dismutase، يعني معها superoxide dismutase؟ هل هي الobligate aerobes؟ هل هي obligate anaerobes؟ هل هي الفاكلتative anaerobes؟ هل هي المايكرو aerophilic؟ هل هي الايروتولرانت anaerobes؟ بالتاكيد هي الايروتولرانت anaerobes اللي معها superoxide dismutase. الكابنوفيليك بكتيريا requires low concentration of oxygen, high concentration of oxygen, low concentration of carbon dioxide, high concentration of carbon dioxide or high alkaline of pH. بالتأكيد اللي هو high concentration of carbon dioxide. كنت معكم فيما مضى في محاضرة البكتيريال growth and physiology part 2 على growth requirements للnutrition للgases temperature and the pH. شكرا جزيلا لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.